للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ يوسف بوتشيري، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في معهد الإدارة العامة. نرحب بك أستاذ يوسف في نشرة الثالثة، وبداية لو نتحدث عن هذا البرنامج القيادي المقدم خصيصا لشركة بابكو للتكرير. أهلا، مساء الخير. مساء. هذا البرنامج القيادي هو نتاج عمل كوادر معهد الإدارة العامة للخروج بتصميم خاص لفئة الأخصائيين في شركة بابكو للتكرير، وذلك من خلال دراسة وتحليل الاحتياجات التدريبية الفعلية والتي رصدت بطريقة علمية وممنهجة. وطبعا لهدف حصول المتدربين في هذا البرنامج على أفضل العوائد المعرفية والعلمية التي تمكنهم من المشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. نعم أستاذ يوسف، ماذا عن التوسع في نطاق عمل المعهد بشكل عام، ويعني شراكتكم الاستراتيجية مع شركة بابكو للتكرير بشكل خاص؟ نعم، اليوم دورنا في معهد الإدارة العامة يأتي لتقديم خدماتنا للقطاعين العام والخاص، ليكون المعهد مركز للفكر القيادي. كون التوجهات الحكومية لمملكة البحرين تركز على ضرورة التعاون المشترك بين القطاعين بما يحقق التطلعات التنموية وبما يتمشى مع المرسوم رقم 24 لسنة 2022 والصادر من جلالة الملك المعظم، ورام إلى تقديم خدماتنا للقطاعين العام والخاص. كما أن هذه الشراكة مع شركة بابكو للتكرير بشكل خاص تأتي تحقيق للطموح المشترك في ضرورة إعداد صف ثاني من القيادات الوطنية الشابة. ونحن اليوم سعيدين جدا كون خريجين برنامج بابكو للتكرير تمكنوا من الخروج بمشاريع مبتكرة تصب في تطوير آليات العمل وتسهم بدورها في توفير الوقت والجهد وتحقيق أيضا الأرباح، وذلك من خلال استخدامهم للمهارات والأدوات التي اكتسبوها في الورش التدريبية والوحدات المختلفة في البرنامج، والتي ستنعكس بدورها في جودة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة إن شاء الله. نعم الأستاذ يوسف بوتشيري، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في معهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا لك.